أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ليالي الصيف. اليوم حلقتنا حلقة مميزة ومهمة في نفس الوقت. اليوم طبعا راح نتكلم عن موضوع في الآونة الأخيرة أو نفس ما نقول إحنا في الفترة الأخيرة زاد عدد المخترعين والمبتكرين خاصة من البحرينيين اللي احنا دائما نضرب المثل فيهم في شبابنا وفي إبداعاتهم وفي ابتكاراتهم. ودائما ما يعني يقع على الشباب البحريني مسؤولية رفع اسم مملكة البحرين في كل المحافل عالميا محليا وإقليميا. وهذا الشيء طبعا مو بغريب على الشباب البحرينيين والطاقات والإبداعات اللي عندهم. وخاصة المجال اللي احنا نتكلم عنه اليوم حمد أو الموضوع اللي راح نتكلم عنه اللي هو مجال الاختراعات والابتكارات وبراءة الاختراع والحقوق حقوق الملكية الفكرية، موضوع أتوقع أن يمكن الكثير منا في جوانب يحتاج أن احنا نسلط في الضوء أكثر علشان حتى نعرف المشاهدين ونعرف من يتابعنا في بعض هذه الجوانب اللي تهم الكثيرين. صحيح رقية، في البداية مساء الخير ومساء الخير على جميع المشاهدين. طبعا البحرين دائما سباقة في كل مجال تدخل فيه وبالأخص الابتكارات، البحرينيين دائما يبتكرون أشياء جديدة وحين يدور أن احنا دائما نعطيهم الدافع ونعطيهم اللي يحمي ابتكاراتهم أكيد، وهذا الشيء يعني راح يعطي دفعة كبيرة لهم في المستقبل عشان يعطيهم حافز أن هاي الشيء ممكن يخليهم يحمي ابتكاراتهم ويحمي أكيد جميع اللي يقومون فيه. أكيد حماية أعمالهم مهمة جدا، وأكيد اليوم عندنا ضيوف راح يتكلمون أكثر عن هذا الموضوع. لكن في سؤال، يمكن في يوم من الأيام اخترعتي شيء، حاولت أنك أنت يمكن تخترعين شيء رجعية؟ سؤالك صعب صراحة، عادة أنا لوهق الضيوف سوين شيء جديد في بالك؟ يمكن في المطبخ في المطبخ ابتكارات بعد ممكن تسوين شيء، وأنا عشان كذي أقول لك يعني هو الاختراع أداة مثلا تسوين فيها شغلة معينة ما كانت موجودة، ممكن بعد الهواء أقول لك سويت. بس هو يعني الملاحظ أن احنا اليوم لما نتكلم عن الابتكارات والاختراعات احنا ما نحدها في مجال معين، احنا نخلي المجال يكون مفتوح لكل الطاقات اللي ممكن ان هي تفيد المجتمع. وايضا يجب التنويه قبل ما نرحب في ضيوفنا حمد ان هذه الشباب المخترع المبتكر حصل الكثير من الجوائز العالميه على هذه الافكار وعلى هذه الاختراعات، فمن المهم جدا ان تكون في جهه تحفظ حقوقهم وتساعدهم على تقديم المزيد من هذه الافكار. وفي مبتكرين بحرينيين حصلوا على جوائز في 2017 في الجمعيه العالميه للابتكارات، وفي 2020 كذلك، فيعني عندنا مبتكرين ممتازين في مملكة البحرين، وحلو ان نشوف الجمعيات موجودة لحماية ممتلكات وحماية افكار. طبعا نرحب بضيوفنا اليوم، معنا مناف احمد المناعي مدير ادارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية. يا هلا فيك. يا هلا فيك اليوم، مشكورين على استضافتكم، بالعكس نتشرف في مثل هالبرامج الإثرائية حق مجتمعنا. وايضا نرحب باسماء النجدي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، نرحب فيك اليوم. اهلا وسهلا، مرحبا. يا مرحبا فيك. وايضا أميمة السيد مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، نرحب فيك اليوم. مرحبا، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ونورتونا. وللحديث اليوم عن موضوع الحقوق اللي هو حقوق الملكية الفكرية والابتكارات والاختراعات، اعتقد في جوانب لابد ان احنا نسلط عليها الضوء من خلال كلامنا. بس يمكن إذا تسمحون لي أنا في البداية ببتدي معك أسماء، بما أن أنت يعني رئيسة الجمعية، خبرينا في البداية من وين يعني ياتكم الفكرة بأن أنتم تنشئون هذه الجمعية، أو أبرز الدوافع اللي خلتكم تروحون لإنشاء الجمعية؟ أولاً شاكرة اهتمامكم بالجمعية البحرينية للملكية الفكرية، وسعيدة جداً بهذه الاهتمام. وثانياً الدوافع اللي خلتنا نأسس الجمعية البحرينية للملكية الفكرية هي الحاجة الفعلية لمكان يعزز وعي الفرد بحقه وحق الآخرين، واكتشفت هذه الاحتياج بعد ما مريت بتجربة الاختراع اللي اخترعته. كنا محتاجين للتوعية، وكنت محتاجة لمعرفة حقوقي وحقوق الآخرين أيضا. فالحمد لله من بداية 2021 بدأنا بتأسيس الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، ووصلنا اليوم لعشرة أشخاص ملهمين ومبدعين. جميل. أنا أتوقع أن أنت يمكن دشنت وحتى الجمعية
اللي صادف ايضا اليوم العالمي للحقوق الملكيه فعلا. الفكريه وكان له شعار، وانا اعتقد ان حتى يمكن الجمعيه اخذت على عاتقها تبني هذا الشعار وكان عن الشباب، صح؟ فعلا كان عن الشباب وكان يصادف بعد قبلها كنا محتفلين بيوم الشباب البحريني، فدشنا الجمعيه في نفس يوم الملكيه الفكريه، اليوم العالمي للملكيه الفكريه تاريخ 26/4 مع ان عيد ميلادي كان 30. قالوا لي الاعضاء سوي في عيد ميلادك، قلت لا خله في اليوم العالمي. اليوم العالمي لا ينسى. نعم تفضلت هميمة ايضا، يعني في ناس ما يعرفون شنو الفرق بين الملكيه الفكريه وبراءه الاختراع، خلينا نعرف الفرق بينهم اليوم. صح اخوي حمد، المشكله في وايد ناس من نكلمها عن الملكيه الفكريه على طول تربطها ببراءه الاختراع. براءة الاختراع ما هو إلا عنصر واحد من عناصر الملكية الفكرية. الملكية الفكرية مصطلح شامل يشمل العديد من الأشياء. إذا بس باختصار تحكي لكم عن الملكية الفكرية، الملكية الفكرية هي حق، يعني كأنك تمنح المبتكرين والمبدعين والمخترعين حق الحماية. الحماية من شنو؟ الحماية من السرقة، الحماية من نسخ أفكارهم، وتعطيهم حق الاحتكار لفكرتهم، يعني ما حد يقدر يسرقها. هذه هي باختصار تعريف الملكية الفكرية. طبعا يعني هي جزء من الملكية الفكرية براءة الاختراع. اما براءة الاختراع الفرق بينها ان هي مثل ما قلت لك عنصر، لان الملكية الفكرية تنقسم الى قسمين، ملكية صناعية وتجارية وملكية فنية وأدبية. الملكية الصناعية والتجارية يندرج تحتها براءة الاختراع، عندك العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، التصاميم الصناعية، الأصناف النباتية، وايد أشياء كلها تحت الملكية التجارية والصناعية. أما الملكية الأدبية والفنية يندرج عليها قسمين، اللي هو حق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف، ويطول الشرح فيها طبعا. أكيد. احنا اليوم طبعا خصصين حلقتنا للحديث عن هذا الجانب، بس بعد يمكن في البداية قاعدين ناخذ احنا بشكل عام معلومات حول الملكية الفكرية، ولما نتحدث عن الملكية الفكرية اتوقع ان احنا لازم ايضا نشيد بجهود وزارة الصناعة في هذا المجال، كونها ان هي المسؤولة عن اللي هو براءة الاختراع واحتضان المخترعين والمبتكرين البحرينيين. نبي نتحدث عن دور الوزارة مع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية. نعم، دور وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالأخص إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية هو حماية حقوق الملكية الصناعية بوجه الخصوص، اللي تشمل براءات الاختراع مثل ما ذكرنا، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية. وهذه جزء العلامات التجارية يعني جزء كبير، يعني وايد من شغلنا ندخل فيه، إضافة إلى طبعا العمل مع الجمعيات الأخرى والمؤسسات في المجتمع لنشر الوعي بخصوص هذه الحقوق، وهذه اللي يدخل دورنا مع الجمعية والمؤسسات الأخرى فيها. وطبعا بوجه يعني العام، دور إدارتنا هي تنفيذ التشريعات والقوانين اللي تحمي وتحفظ هذه الحقوق. يمكن أسماء نتكلم بما أن يعني رئيسة الجمعية، خلينا نتكلم عن التسهيلات اللي تقدمونها دائما للمبتكرين، أكيد عندكم بعض النقاط اللي تقدمونها لتسهيل يمكن عليهم هذه العملية بحماية ابتكاراتهم. دور الجمعية هو توجيه للمخترعين والمبتكرين لطريقة حفظ حقوقهم. فإذا المبدع المخترع أو المبتكر حفظ حقه، فهو حماه من السرقة أو من أخذ منتجه بطريقة غير قانونية. طيب يعني لو أحد اليوم مثلا تقدم أو كان حاب أنه يتقدم بفكرة، شلون ممكن اليوم الخطوات اللي لازم يعني يبتدي أنه يسويها؟ هل يتجه إلى الوزارة؟ هل إيه عندكم؟ شلون ممكن يصير؟ على أساس بعد يعني نقدم المنفعة حق اليوم كل الشباب، وأنا أتوقع يعني في كثير من الشباب خاصة جيل الحين في نسبة وكمية وعي كبيرة عندهم، وفي كثير من المجالات خاصة في الجانب التكنولوجي نلاحظ أنهم يمكن سباقين في الأفكار والشغلات اللي فيها إبداع وابتكار يقدمونها. شنو الخطوات الأساسية؟ فعلا الشباب البحريني مبدع ومبتكر بطبيعته،
وعندنا وايد مخترعين، عندنا وايد ناس عندهم أفكار حلوة. بس تفضلتي وقلتي الواحد إذا عنده فكرة وين يتوجه؟ إذا عنده فكرة ينفذ فكرته علشان يقدر يحميها. ينفذ فكرته عشان يقدر يحميها. مثلا ممكن يروح حق جهة معينة، مثلا يطلب الاستشارة، يعني ما يعرف شلون يبتدي فيها. خلينا احنا ممكن نهيئ البيئة اللي تخليه يطلع الإبداع ماله. وهذه إذا عندك أميمة شيء تزيدها؟ إيه، هو أول شيء إحنا دور جمعيتنا أساساً أول شيء نشر الوعي. يعني يمكن أنت اخترعتي، عندك اختراع بس مو عارفة شو تسوين في هالاختراع، مو عارفة هل تنفذينه ولا بس مجرد الفكرة تروحين تحمينها. مرحلة الحماية هي تكون من مرحلة الفكرة مو بشرط التنفيذ. مساعد في سؤال سألتني يمكن ما نسيت أجاوب عليه، اللي هو الفرق بين الاختراع والابتكار. هو الاختراع يكون حق، لازم يتوفر فيه 3 شروط عشان نسميه اختراع. يعني مو اي احد يطلع ويقول انا مخترع. لا، نفس وانا قلت حق حمد في المطبخ. لا بس انت مخترعه واسطه، اخترعت يمكن دافعه معينه تشيل شيء. رجاء حمد بعدين اخبرك عنه. يعني بنشوف شنو الاختراع مالك، لانه هو لازم تتوفر فيه 3 شروط. اول شيء انه لم يسبق له اي احد انه نفذ هالشيء. ثاني شيء انه قابل للتنفيذ. يمكن حمد انت عندك فكره والفكره صدق ما صارت من قبل، فكره يعني اول مره احد يفكر فيها، بس غير قابله للتطبيق لا فيزيائيا لا كيميائيا لا شيء، ما تطبق. هذه ما تدخل في خانه الاختراع. غير كذي ان الاختراع لازم يوفر حل لمشكله موجوده. يعني انت اخترعت شيء، هالشيء يوفر حلول لمشكله موجوده عندنا معينه، هذه الاختراع. اما الابتكار هو تحسين على الاختراعات اللي صارت من قبل. مثلا بضرب لكم مثال بسيط، مثلا السياره في يوم من الايام كانت اختراع. في عام 1885 اول مره اخترعوا السياره في المانيا، كانت سياره بنز. كانت في وقتها اختراع، مع مرور الوقت تمت السياره تدش عليها ابتكارات جديده. ما نقول اختراعات، نقول ابتكارات، تحسينات تقنيه تطويريه من جميع وحلول جذريه. قاعده مثلا في مشاكل مر فيها الاختراع، قاعده الحين تتحسن مع الابتكارات الجديده. مثل ما نشوف الحين صارت عندنا سيارات بالطاقه الشمسيه، الحين صارت سيارات بالكهرباء. هذه كلها تعتبر حلول ابتكاريه على اختراع تم من قبل. كل ما يمر الزمن اتوقع تصعب الاختراعات. يعني طبعا طبعا، يعني اوريدي سنين طويله الناس اخترعت اشياء كثيره، فتصعب اكثر واكثر، فيخلي الواحد يفكر بشكل اعمق عشان يبتكر شيء. صح. يمكن احنا نتحكي عن الابتكارات. اعتقد انا يعني دائما يمكن اربط اي مجهود يقومون فيه الشباب او حتى يعني اي شخص مجتهد في هذا المجال دائما اربطه بوزاره الصناعه. يمكن بما ان انتم يعني نرجع ونقول الجهه الاساسيه الحاضنه لهذه مثلا براءه الاختراع والابتكار، نبي نتكلم عن الابتكارات والاختراعات البحرينيه، عددها شلون لاحظتها ونسبه خلينا نقول الزياده اللي صارت في الفتره الاخيره. نتكلم عن هذا الجانب اكثر. نعم طبعا، يعني عقب واكد على يعني اتفاقنا بخصوص يعني ابتكارات وابداع البحريني. يعني واحنا مشهورين معروفين يعني في المنطقه بجهودنا ومواردنا البشريه. يعني وهالشيء ينعكس بالضبط في على المجالات الاخرى اللي تندرج تحت الملكيه الصناعيه بالاخص. وهذه سلمت الله يعني الابتكارات والاختراعات وبراءات الاختراع يمكن عددها ما يعكس الواقع، وذلك لاسباب عديده بذكرها. حاليا عددها يعني يمكن في الاونه الاخيره خاصه هذه من كورونا ودي صارت ابتكارات يعني تقريبا من 80 الى 100 براءه اختراع مسجله، وهذه عدد زين بالنسبه في هذه الفتره. نعم وهذه فتره ممتازه يعني في خلال السنوات هذه اللي فاتت. وهذه يعني معدل زين يمكن بالنسبه حق التعداد وحجم المملكه، لكن في الواقع في اكثر منها. هذه اللي مسجله عندنا في المكتب الوطني لبراءات الاختراع، لكن في براءات وايد او اختراعات وايد سجلت في
المكتب الخليجي والمكاتب العالمية، ولسبب ما اللي احنا قاعدين ندرسه أكثر يعني نشوف وايد ابتكارات نشوفها في البحرين بس تروح تسجل برا، وهذه احدى الجهود اللي قاعدين الحين يعني نشتغل معه. والله ما طحنا على السبب بالضبط صراحه، يعني الحق ينقال في اظن يمكن كان في ترويج اكثر حق وتسهيل اكثر بالنسبه حق، ويمكن التهديد اكثر كان عالمي، فالواحد يخاف على براءاته اكثر يعني بشكل خارج الاقليم، فهذه يمكن احد الاسباب. بس يعني مع نشر الوعي مع التعاون مع المؤسسات والجمعيات في المملكة بيساعدنا ان نوعي ان ترى حتى لو تسجل من عندنا عن طريق مكتبنا في الوزارة للحين يقدر يعني نقدر احدى الخانات هي تسجل عالميا، واحنا بنقوم بهالدور ان ننشرها عن طريق اتفاقياتنا العالمية وعلاقاتنا القوية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. فهذه احدى الجهود اللي يعني احنا ارتئينا الحين ان ناخذها على عاتقنا بالتعاون مع المؤسسات الاخرى في المملكه علشان نقدر ننشر الوعي ان يعني بما معناه يا جماعه ترى هالاختراعات ما يحتاج تطلعون عشان تسجلونها، عندنا تعالوا سجلوا، وبذلك نقدر يكون على الاقل رقمنا اكثر واقعي من الواقع من الحقيقه اللي قاعدين نمر فيها. فهذه يعني شيء رئيسي احنا قايمين به ومعطينا اهتمام. ومثل ما قلتي في المقدمة يعني في الآونة الأخيرة حقيقة جهود كبيرة صايرة على مستوى عالمي من ناحية الاهتمام في هذا الشيء، خاصة في التطور التكنولوجي، والحمد لله في المملكة عندنا وايد إبداعات في التكنولوجيا المالية والمجالات الأخرى اللي قاعدة تتواكب مع التغيرات العالمية. جذبتني نقطة قالها الأستاذ في موضوع أن فترة جائحة كورونا طلعت وايد اختراعات لتسهيل يمكن الحياة في أمور وايد، وخصوصا اللي هي الاختراعات الإلكترونية البرامج، فهل هاي وين نقدر نحطها أستاذ أسماء؟ وين نحط البرامج الابتكارية اللي مثلا الابليكيشنز اللي شخص ابتكر ابليكيشن معين يسوي خدمات معينة، هاي وين نحطها في أي جانب؟ هذه بعد تتبع وزارة الصناعة، بس أنا الحين من كلامك وقت الجائحة وكلام أستاذ منى تذكرت اختراع لصديقة لي كانت معاي في الحاضنة، حاضنة البحرين للأزياء، أمسي عليها بالخير. كانت اخترعت وقت الجائحة ابتكرت شنطة تعقم الأغراض، يعني تحط بوكك سويتشك أغراضك داخل الشنطة وتتعقم. جميل. ضافت للشنطة الليت اللي هو يقتل الفيروس. فكان إذا شنو مصير هذه الاختراعات الحين؟ أنا جيت ونفذت وحطيت الفكرة، يعني مثل ما تفضلتي هذه فكرة حلوة خاصة جداً في جائحة كورونا، والعديد يمكن من الأفكار الثانية اللي تم طرحها، وين هي اليوم؟ وين وصلت؟ شنو صار عنها؟ يعني هو شوفي في اختراعات نشوفها تشوف النور وفي اختراعات لا. ليش؟ عدة أسباب مثل ما ذكر أخ مناف، أسباب كثيرة هي. أحد هاي الأسباب أن أول شيء ما في وعي، يعني أنا سويت اختراع جدا قيم، بس ما عندي القدرة أني أقيم شنو اختراعي، هل أنه مثلا أقدر أنتجه، هل بحصل مستثمر يدعمني يخليني أنتجه، لأن خط الإنتاج مثل ما تعرفين مكلف. طب وها بيدور مين؟ أنا عشان يكون عندي جهة. البحرين ولله الحمد يعني توفر برامج استثمارية وتفتح صراحة الباب قدام رواد الأعمال مثل ما نشوف، حتى المبتكرين، وأنا واحدة منهم. يعني أنا في وقت الجائحة، أنا اللي مصممة أزياء، في وقت الجائحة مثل ما تعرفون تضررنا شوية، تسكرت المحلات وعانينا بعض الأمور، منها مثل أنا كمصممة أزياء كان ممنوع أن نأخذ مقاسات الزباين، كان في تباعد اجتماعي، فتميت أفكر لازم أنا أوجد حل. من هنيت الاختراعات والابتكارات من المشاكل اللي يعانون منها الناس، ففكرت ليش ما أسوي جهاز يقيس الزباين من غير تدخل بشري. فهاي الفكرة طرحتها على مسؤولة كانت معاي وعجبتها الفكرة، قالت لي فكري في حلول مبتكرة أكثر. فتميت
ابحث واسوي شنو انا اقدر اسوي على اساس انه اخلي الزباين مرتاحين في بيتهم وفي نفس الوقت اخذ مقاساتهم، لان المحلات سكرت فتره طويله. صحيح. فلله الحمد توصلت لفكره ان انا اسوي ابلكيشن. هاي الفرق بين الاختراع والابتكار، كان عباره عن اختراع، كان عباره عن جهاز نفس السكانر اللي تشوفونه في الجمعيات ياخذ مقاسك من غير ما يلمسك، يعني اللي ياخذ مقاسك الجهاز هو بروحه الجهاز. هذا اختراع، لان التقنيه والهاي اللي فكرت فيها كجهاز اختراع تعتبر الاول من نوعه. بس مع التطور وتفكيرنا في الاستدامه، الحين احنا حاليا دائما نفكر في الاستدامه ونفكر في التلوث البيئي والمحافظه على البيئه، فكرت بدل ما اسوي خط انتاج بلاستيك وانتاج ومصنع، ليش ما اسوي ابلكيشن؟ الابلكيشن تحول الى ابتكار، لان ما اقدر اقول ان الابلكيشن اختراعي، لان الابلكيشن موجود، التطبيق مخترعينه وخلاص موجود، مجرد الخدمات اللي تضاف يعني على التطبيقات تعتبر ابتكارات. يعني البرامج كلها تعتبر ابتكارات، اي اذا فيها تحسين حق فكره جديده مو باشياء موجوده اساسا وحطيتها كابلكيشن، لا هاي ما تعتبر ابتكارات. فانا الخدمه اللي اوفرها تعتبر خدمه جديده، ان انت من خلال الابلكيشن تاخذين مقاسك وتطرشينه بمسج وكذي بدل ما تروحين تتعنين، هاي يعني كلها حلول ابتكاريه تعتبر. اني حق التطبيق، التطبيق يحتاج اولا الى دعم توجيه اولا، والى برامج استثماريه، لازم نعرض افكارنا على مستثمرين، لان التطبيقات تكلف وتحتاج الى فريق او تيم مثل ما يقولون تقني، خاصه اذا كان الموضوع فيه دقه مثل القياسات. فانا ما زلت من سنه 2020 الى حين 2022 اشتغل على الموضوع، بس لحد الحين ما تطبق. الحين مع تاسيس جمعيتنا ان شاء الله راح نحاول نذلل بعض الصعوبات، مو بس علي انا، على جميع المبتكرين والمبدعين. بس كل شيء مرتبط في بعض، لان يعني حلقه امس احنا تكلمنا عن تمكين وشلون هم يدعمون المشاريع. وكان يتكلم عن موضوع ان نحتاج افكار مبتكره، افكار حق نحولها الى مشاريع. فشنو هدف المبتكر او اللي يسوي مشروع معين او في باله فكره جديده اختراع عشان يحولها في النهايه الى مشروع؟ اكيد مشروع مثلا يكون محلي في البدايه وبعدين يكون عالمي. صح. فاتوقع يعني فيها لو اكيد عندكم يعني وقت يجيكم مبتكر يجيكم يعني شلون توجهونه ل يمكن تحويل هذه الفكره المبتكره الى مشروع في النهايه، وعندنا الجهات اللي تدعم مثل تمكين وغيره. اي هو اول شيء الفكره مثل ما قلت لازم تكون قابله للتطبيق. يعني لازم في دراسه حق الفكره اساسا. يعني اي مشروع بيعرض على ناس مسؤولين او مثل ما قلت في تمكين او جهات معنيه بالاستثمار، لازم يدرسون المشاريع المعروضه عليهم ويصير في تقييم، هل تطبق ما تطبق، هل بتفيد، هل بتقدم خدمات، هل بتقدم حلول جذريه حق مشاكل اساسا موجوده عندنا. هذه كلها تمر في مراحل، لازم اي مشروع يمر بمراحل لمرحلة انه يحصل ان شاء الله مستثمر ويسوي ان شاء الله. احنا طبعا يعني دائما نعول خير إن شاء الله. ونقول ان شاء الله مع الوعي اللي يكون عند المجتمع، الدعم اللي تقدم المؤسسات والايمان بالافكار اللي تقدم، لان بالفعل اليوم لما نشوف في مشكله معينه في ناس كثيره يمكن تكرس كل تفكيرها وكل طاقتها لحل هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية من خلال هذه البرامج ومن خلال التطبيقات ومن خلال كثير من الاختراعات اللي نشوفها. بالعودة حق وزارة الصناعة، يعني أستاذ مناف، اليوم لما احنا نتكلم عن أيضا الحماية واللي هو المبدأ الأساسي اللي يقوم عليه الملكية الفكرية اللي هي الحماية، حماية المصنفات الأدبية أيضا تدخل من ضمن هذا الجانب اللي تحدثنا عنه يمكن في بداية كلامنا، ولكن الشخص كيف يستطيع أنه هو يحمي هذه المصنفات، خاصة إن كانت مثلا في الجانب الأدبي الجانب الكتابي. وأيضا بودنا نحن نسأل، هل هذه الحماية تكون مقتصرة فقط على البحرينيين أو أيضا نحن نوفرها لغير البحرينيين؟ نعم، من جانب خاصة هذه المصنفات الأدبية والفنية بوجه الخصوص، طبعا حمايتها ما تقتصر على المخترعين والمبتكرين البحرينيين، بالعكس يعني جميع هذه الحقوق يعني مكفولة
يعني بأصحابها ومملكة البحرين تحميها. وبس بوجه الخصوص مثل ما شرحت الأخ تميمة في البداية، من ناحية الملكية الفكرية كمظلة تشمل الملكية الصناعية اللي ذكرت فيها العلامات التجارية والاختراعات والتصاميم الصناعية، والجانب الآخر اللي هو حقوق المؤلف اللي ذكرتيها من ناحية الحقوق الأدبية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. حقوق المؤلف وحقوق المجاورة هذه حمايتها من ناحية مسؤولية، مسؤول عنها وزارة شؤون الإعلام. فوزارة شؤون الإعلام عندهم قسم يختص في حماية هذه، وفي تشريعات خاصة بهالمجال، يعني أهم أخبار فيها من ناحية، بس الإجراءات هي تقريبا مشابهة في من ناحية الرقابية والتنظيمية، دور مهم ودور رئيسي في حمايتها. نعم، طيب خلينا في موضوع الحماية أيضا، براءة الاختراع، إيش كثر مدة الحماية اللي تقدم حق الشخص المخترع أو اللي هو صاحب الاختراع؟ براءة الاختراع من يعني تبتدي حمايتها من التسجيل أو من إيداعها، من بدء إجراءاتها، لأن ساعات الإجراءات تأخذ مدة على حسب المشروع أو الفكرة أو الاختراع. يعني ساعات التسجيل فقط يأخذ يمكن سنتين إلى أكثر عشان تمر في إجراءاتها كلها، من ناحية فحص أنت أكد من ناحية فنية، من ناحية يعني كأنها فترة طويلة سنتين. إيه، بس هو الحلو إن الحماية تبتدي من دي ون، من التسجيل، فمن إيداع الإجراءات يعني اللي يأخذ أخذ وعطى من ناحية إصرار استفسارات ووايد أمور فنية على مستوى عالمي، لأن الحماية يعني فهذه الإجراءات تأخذها فترة، بس مثل ما قلت إنها تبتدي من البداية، والمدة تمتد إلى 20 سنة. هذه 20 سنة طبعاً فيها يعني تجديد ورسوم سنوية، اللي هي يعني إحدى الشروط الأساسية لحفظ حمايتها يعني. وهذه الشروط يعني قصدي هذه الرسوم يعني هي ممكن تكون شبه يعني رمزية، بس تبين على الأقل تخلي المخترع يعني على اتصال يعني قريب من جهة الحماية، عشان يعني تبين جدية الموضوع وأهمية الحماية فيه. أسماء، يمكن أن تخليت، هل الجمعية طبعاً مختصة، الجمعيات المختصة في الملكية الفكرية في كل دولة، هل يعني فيها قوانين ويمكن نقاط مختلفة أو متشابهة في النهاية؟ كلمينا شنو الاختلافات اللي مملكة البحرين تختلف عن الباقي برا، ويمكن نقطة الأستاذ من شوي مناف قال عن أن في ناس راحوا يسجلون برا أفكارهم، فشنو الأشياء المغايرة في مملكة البحرين وبرا؟ جميع الجمعيات المختصة بالملكية الفكرية هي متشابهة في الأهداف العامة، ولكن تختلف في تطبيقها، وكلنا نسعى لنشر الوعي المجتمعي لكل المجتمع كافة، وهذه ما تطمح له المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهذه اللي لمسناه في حفل تدشيننا بعد من كلمة الدكتور وليد عبد الناصر المدير الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية. أيضاً هناك دورات، صحيح عندكم دورات توعوية حق هذا الموضوع؟ أي أكيد طبعاً، إحنا إن شاء الله قريب بإذن الله بيكون لنا حضور ميداني قريب بإذن الله في المدارس والأماكن العامة، وبتكون في دورات وورش عمل وحتى لقاءات وكذي، عشان نصنع مجتمع مهتم بالملكية الفكرية. شقد مهم ان احنا يعني نعطي هذه، نوصل هاي الفكرة حق اطفالنا اللي يمكن في المدرسة كل واحد عنده يعني حلم، عنده يمكن هدف في باله، وتطلع من هاي الاطفال الصغار افكار جديدة. يعني انا من الاشياء اللي قريتها انه يعني شركة سيارات تويوتا، سياراتهم الصغيرة هي اللي هي الكورولا، سيارات الصغيرة يعني اللي هي الاقتصادية، اللي يقوم بابتكارها، احنا عرفنا بين الابتكار والاختراع، اللي يقوم بابتكارها أولاد صغار في المدرسة، فأكيد يعني هاي الشيء اللي نوصل لهم، نوصل هذه المعلومة للأطفال، ف
فبكره يجي لنا جيل مخترع يعني. حلو كلامك، وايد عجبني، خصوصا فئه الصغار والشباب هم ذلين اللي نبي نركز اكثر عليهم، لان الكبار عندهم فكره شنو هي الملكيه الفكريه، بس الصغار ما يعرفون اصلا يعني شنو كلمه ملكيه فكريه، فاحنا نبي نركز على هذه الفئه. هذه بالضبط يعني اللي احنا كنا نبي نتساءل وياكم فيه، يعني خاصه في البدايه اسماء ذكرتي لنا، عفوا يعني اميمه قلتي لنا ان انتم دوركم التوفير الحمايه ونشر الوعي طبعا. فقبل ما نتحكي عن طلابنا وطلباتنا في المدارس وفي الجامعات، شلون شفتوا نسبه الوعي عند هذه الفئه تحديدا فيما يعنى بالملكيه الفكريه؟ والله اختي رقيه ما اقول لك، يعني من اليوم اللي اعلنا فيه عن تاسيس الجمعيه ودشلنا في حسابنا بعد على الانستغرام، جاتنا ما شاء الله كمية مهولة، يعني ما توقعنا كذي، وايد ناس تبي تحفظ حقها، لأن مثل ما قلنا إحنا البحرين عندنا مبدعين وايد. صحيح. فعندنا الحين في رواد الأعمال مثلا يبون يحفظون علاماتهم التجارية، في رواد أعمال قاعدين يطلعون برا على الخليج، فشلون أنا إذا رحت برا على الخليج شلون أحمي؟ فتينا وايد تساؤلات. علشان كذي إحنا مسوينا الحين خطة إن شاء الله راح نقوم فيها بعمل مثل ما قالت أختي أسماء، حملات توعوية، بنيب مستشارين في هذه المجال، في مجال الملكية الفكرية، راح نسوي دورات ندوات. هل بتسوونها في المدارس بعد والجامعات؟ إيه، احنا واحد من أهدافنا على كلام أخوي حمد، واحد من أهدافنا أنه يضاف موضوع الملكية الفكرية حتى في المناهج التعليمية. جميل. خاصة من المرحلة الابتدائية. بشكل مبسط وحلو ان الواحد يكبر وهو عنده مفهوم للملكيه الفكريه. في شيء يعني مسامحه حمد، قبل فتره بسيطه وما بنقول خلال فتره جائحه كورونا، ولكن حتى في هذه الفتره اذا نشوف باليوم منصات التواصل الاجتماعي وحتى الاخبار قاعدين نشوف نسبه كبيره لا يستهان فيها من طلبة المدارس تحديدا، في عندنا طالبات، في عندنا طلاب حتى في الجامعات قاعدين يسوون شغلات بسيطة لكنها توصل لمراحل الاختراع. صح. وجميل ان احنا نتبناهم ونتبنى افكارهم عشان اذا في امكانية تنفيذها، لان اليوم انا اذا استثمرت في هذا الطفل، ما بنقول حتى الطفل، بيقول استثمرت في انا الشاب، هذه الفكره اللي اليوم قدمها ممكن يقدم لي افكار ثانيه، ممكن تعطينا دافع. بالضبط، دافع، وهذا اللي الشباب اليوم يحتاجونه، وهذه واحده من اهداف الجمعيه، ان احنا نخلق شبكه للموهوبين في البحرين، للمهتمين بالحقل العلمي، للبحث العلمي، نخلق شبكه من المبدعين ان يتبادلون خبراتهم، معارفهم مع بعض، هاي يخلق لنا جيل جديد واعي في الملكيه الفكريه. بالعكس نشجع هالشيء، وهي من اهم اهدافنا في الجمعيه ان شاء الله. تكلمنا عن يمكن المخترعين والمبتكرين، نتكلم عن اللي يسرقون هذه الافكار. نعم. بما ان الوزاره شنو العواقب اللي ممكن تكون عليهم اللي ياخذ فكره مو فكرته ويسوي لها نسخ وينسخها وينشرها بشكل مو يعني قانوني. نعم. بالفعل في يعني حالات كثيرة تعدي حقوق، اللي احنا بدورنا يعني مثل ما ذكرت دورنا الرئيسي حمايتها، وهذه التعدي يعني تأخذ إجراءات صارمة بالتعاون مع يعني مصادر التنفيذية في المملكة، ويعني التعاون معاهم يكون كبير من ناحية يعني السيطرة على 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 هذه المشاكل اللي فيها تعدي الحقوق. ويعني احنا بدورنا بعد ايضا مو بس من ناحية يعني الحماية، بعد نزود معلومات ويعني للمواضيع هذه والقضايا توصل للمحاكم، يكون لنا دور كبير في يعني في ابداء راينا وحلها. شيء حلو في السوشيال ميديا، اذا حطيت شيء قلت مثلا انا سويته، بيونك يمكن تطرشون لك حتى لينكات، ترى في موجود في هالديره، ترى في موجود في هالبلد، فيعني ما تقدر احس في هاليوم في ايامنا هذه انك تاخذ شيء وما حد يعرف. هذه يعني هذه يمكن اهميه شبكات التواصل الاجتماعي. صحيح. او المنصات، لان احنا يعني اذا عرفنا نستغلها بالشكل الامثل
احنا في النهاية المستفيدين، ولكن طبعا ما يمنع ان هناك استخدامات غير يعني قانونية او خلينا نقول مو صحيحة لهذه المنصات. بس يعني خلونا نعرج بالحديث شوية عن منظمة الوايبو. يعني الأساس في حديثنا احنا نتكلم ويكون في منظمة تعنى بهذا الجانب، أكيد هذا الشيء بعد يكون له أثر كبير علينا احنا كوزارة، علينا كجمعية. فخلنا نتحدث عن التعاون، هل في تعاون، هل في خلينا نقول مثلا نوع من الاتفاقيات، نوع من أي شيء صار مثلا بينكم، تواصل ما بينكم ما بين المنظمة؟ هي المنظمة العالمية للملكية الفكرية يعني معطينا اهتمام وايد قوي، وهالشيء لمسناه من كلمة الدكتور المعني دكتور وليد عبد الناصر، بارك لنا تدشين الجمعية وقال لنا أن المنظمة مهتمة جدا، لأن أول جمعية أهلية في مملكة البحرين. يعني بالعادة هم تعاونهم دائما مع الحكومة، فأول مرة شيء أهلي، فهم وايد حابين الفكرة ووايد مهتمين فيها. وإن شاء الله وإن شاء الله إحنا نطمح أن يكون بيننا تواصل مع كل الجهات المهتمة بالملكية الفكرية وننظم فعاليات مشتركة. أستاذ مناف، عندكم يوم مخصص لتكريم المخترعين البحرينيين، فهي مبادرة وايد جميلة لتشجيعهم، لإعطاهم الدفعة القوية لتكملة يعني سواء مسارهم في الاختراع أو اختراعات أخرى، فكلمني عن هاي اليوم. نعم، بالفعل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يعني تحتفل بيوم الملكية الفكرية، اليوم العالمي للملكية الفكرية، بعدة أنشطة أهمها يعني كل سنة في تاريخ 26 أبريل اللي هو اليوم العالمي للملكية الفكرية يصير تكريم من قبل سعادة الوزير سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وهذه يعني التكريم يكون للمخترعين يعطى اهتمام كبير ويكون دافع قوي في هذا التكريم لتشجيع مثل هذه الإنجازات اللي يقومون بها يعني جزء مهم من مجتمعنا في المملكة. ويعني إحدى الجوانب اللي نتطرق لها اللي هي مثل ما ذكرتي في البداية اللي هي نقطة شلون نقدر ننقل، يعني يكون نركز على شلون نقدر ننقل من هذا الاختراع، شلون نقدر ندخله في السوق المحلي صحيح أو السوق العالمي حتى. فهذه الاهتمامات اللي تصير وخاصة يعني في يوم التكريم انتبهنا بعض هذه الابتكارات والاختراعات عشان نعطيها ونسلط الضوء عليها. جميل. أميمة، يعني وإحنا نتحدث قبل شوي عن منصات التواصل الاجتماعي، حسيت أن أنت يعني تتفقين معي 100% في موضوع أن شلون اليوم مثل هذه المنصات ممكن أن هي تساعد بشكل كبير في تحقيق جزء من أهدافكم، وهم عملية الوعي ونشر ثقافة الملكية الفكرية. فشلون تشوفون الاستخدام الأمثل يكون له بالنسبة لكم لتوصيل هدفكم؟ طبعاً هو من أهدافنا نشر الوعي، بس ما شاء الله الحين الشباب الجيل الحالي أساساً يعني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي قاعد يبحث ويثقف روحه بنفسه يعني، ومن كذي طلعوا مخترعين، لأن يدشون على اليوتيوب، يدشون على وسائل التواصل الاجتماعي، يشوفون شلون يخترعون الجهاز، شلون يبدعون، يبتكرون أشياء جديدة. فبالعكس وسائل التواصل الاجتماعي وايد تفيد الشباب، خاصة المبتكرين والمخترعين منهم يعني. نعم، وإذا بعد نذكر أن خلال الجائحة يمكن كثير من الفعاليات، المؤتمرات، اللقاءات كانت تصير بشكل يعني حتى عالمي، ولكن لأنها بشكل افتراضي وكنا نستخدم فيها هذه المنصات فصرنا بالفعل نفس ما كنا دائما نقول العالم كالقرية الصغيرة. صح. ما يعني ما تفصلنا الحدود الجغرافية. صحيح، وش قد مهم الابتكارات هذه، وش قد سهلت علينا حياتنا. صحيح. يعني فترة جائحة كورونا طلعت عندنا التواصل مع البعد، وش قد مع أنها كانت موجودة قبل ولكن تطورت وابتكروها بشكل أكثر في أيام جائحة كورونا، وهذا الشيء يعني يعطينا ما رغم الصعوبات تطلع شنو أفكار جديدة. وخلال الجائحة إحنا سجلنا في مسابقة أولمبياد الملكية الفكرية في تونس، شاركنا فيها، فزنا بالمركز الأول ما شاء الله، وتكرمنا من جنيف
وكله واحنا قاعدين. هاي بتكلم فيه بعد الجوائز اللي حصلها شباب البحريني. اي احد عنده فكره في موضوع ايش قد جوائز حصلنا في هذه المجال، بما ان عندنا بحرينيين وايد عندهم ابتكارات شاركوا خارجيا وحصلوا على جوائز عالميه حتى. فعلا. يعني يمكن خلاصة الكلام احنا نقول ان الملكية الفكرية مهمة جدا، لازم نعرفها ونعرف ان هذا يعني التشريع او القانون او الجمعية او الجهة مثلا خلينا نقول الحكومية كوزارة ما هي الا جهة لحماية افكارنا واعطائنا الدافعية لتقديم افكار مبتكرة، اختراعات سهلة التنفيذ وقابلة للتنفيذ، ولكن بالطبع لازم يكون فيها جهود ولازم فيها حماية وفيها تشجيع. التشجيع الآن متروك للجهات التي قد تدعم هذه الأفكار، لأن أنا اليوم كشاب أو كشخص بقدم فكرة أبي يعني أتأكد أو أتيقن أن في جهة راح تتبنى فكرتي عشان أقدمها وما أطلع فيها للخارج. فإحنا نعول على هذه الجهود المشتركة ما بينكم كجمعية وكوزارة، وإن شاء الله يعني دائما نرى مزيد من الأفكار، نرى مزيد من الاختراعات بأفكار شبابية بحرينية واعدة. صحيح. في النهاية أكيد شكرا موصول لكم على وجودكم. في عندنا تقرير قبل خلص وقتنا بسرعة، لو ما خلص الحين عندنا تقرير الحين بنشوفه. طبعا جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للابتكار والاختراع واضح ومميز، وكان من أبرزها في أبريل الماضي دشنت جمعية البحرينية الملكية الفكرية تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني. فهذه الجمعية تعد الخطوة الأولى من نوعها في سبيل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية في مملكة البحرين. هنشوف التقرير؟ هنشوف التقرير. بهدف نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية والدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بما لا يتعارض مع دستور مملكة البحرين، تأسست الجمعية البحرينية للملكية الفكرية. الجمعية تحاول المساهمة في بناء وتعزيز حقوق الملكية جنبا إلى جنب التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية التي انضمت لها البحرين. الحلم أصبح واقع، وباستطاعة كل مبتكر أو مخترع أو عبقري أن يعرف طريق حماية تفكيره وكيفية المحافظة على إبداعاته من التقليد أو السرقة. فالجمعية توفر كوادرها في سبيل التوعية وصون الحقوق لرفعة الوطن والمواطن. عودة لكم مشاهدينا ومع ضيوفنا، وأثناء عرض التقرير يمكن أسماء كانت تقول أن عندهم إضافة بخصوص هذا الجانب فيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية 2030. أي فعلا، رؤية مملكة البحرين 2030 مهمة جدا، ويهمنا أن خطوات الجمعية تكون جادة في تحقيقها، وخصوصا الرؤية الاقتصادية 2030 فيما يتعلق بتطبيق مبادئ العدالة والتنافسية، وأيضا توجيه الاختراعات والابتكارات إلى أهداف التنمية المستدامة مثل اختراعي شاحن التلفون بالطاقة الشمسية. تكلمينا عنه أكثر أسماء، يعني احنا عرفنا الحين خلينا نقول الابتكار اللي قدمته الحين، لو عرفنا الفرق الابتكار اللي سوته لنا أميمة في التطبيق، بس كلمينا عن الفكرة اللي كانت عندك. كوني مصممة أزياء تخرجت من حاضنة البحرين للأزياء، فكان مشروع التخرج دمج الأزياء بالتكنولوجيا بالاستدامة، فلازم تطلع بفكرة تشمل هذه كلها. فاخترعت سويت صممت فستان وخليت لجيب يشحن التليفون لاسلكي عن طريق الطاقة الشمسية. هذه لنا احنا حق البنات. وايد ناس يعني وايد ريايل يبون ثياب. سوينا من خلال هذا الجيب تحطين ممكن التليفون، تحطين تليفونك ويشحن لاسلكي بالطاقة الشمسية. زين سؤال الحين، إذا واحد عنده فكرة لازم يطبقها عشان تعتمد،
الحين احنا ابي اشوف وياها لوين وصل وين نفذت عندي في الكبت يعني استاذ مناف تقول لك في الكبت شلون شنو وضعك مشكله عقب هالحلقه بطلع من الكبت زين سجلتيها بايكم ان شاء الله هذه نقطه يمكن يعني يمكن يعني احد الاسباب اللي يعني الواحد يمكن يخاف يطلعها من الكبت يخاف الافكار هذه انه ما 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 تطلع يعني ما يكون لها لا انا والله لا انا لهيت لان في تاسيس الجمعيه فنسيت نفسي وفكرت في الناس عشان اوعيهم لكن الحين بتذكر نفسي وبايكم احنا نوعيك احنا نقول لك حياك عندنا احنا ناكد على اختراع كذي لازم يطلع لان التليفون اليوم بالضبط يعني ما نقدر نستغني عنه التليفون قاعد يدخل في كل شيء وين التليفون الحين يعني ما نقدر نستغني عنه فرجاء يعني هذه رساله نوجهها لك طالع الاختراع واستاذ مناف عندك التسجيل انا وحمد اول ثياب فصلهم لنا عشان هالخطوتين دي من السياره لباب شو اسمه الوزاره تتشرج ما يحتاج ضروري ان شاء الله باذن الله بعد هذا الحوار الشيق والمفيد حول الملكيه الفكريه واهميتها خلونا نروح لفاصل نتعرف فيه اكثر حول هذه الفكره بشكل عام وبعدها نتواصل معاكم تقرير الجرافيكس اي موجود ما هي الملكيه الفكريه الملكيه الفكريه هي نتاج فكر الانسان من ابداعات مثل الاختراعات والنماذج الصناعيه والعلامات التجاريه والاغاني والكتب والرموز والاسماء ولا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى فهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله اللي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج تاريخ الملكية الفكرية إن مفهوم الملكية الفكرية ليس مفهوم جديد ففي سنة 1474 صدر قانون في البندقية ينظم حماية الاختراعات ونص على من حق استئثاري للمخترع أما نظام حق المؤلف فيرجع إلى اختراع الحروف المطبعية والمنفصلة والآلات الطابعة على يد يوهانس غوتنبرغ عام 1440 ميلاديا وفي نهاية القرن التاسع عشر رأت عدة بلدان ضرورة وضع قوانين تنظم الملكية الفكرية أما دوليا فقد تم التوقيع على معاهدتين تعتبران الأساس الدولي لنظام الملكية الفكرية أهما اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883 واتفاقية بيرن عام 1886 لحماية المصنفات الأدبية والفنية ويحق للمالك منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر انضمت مملكة البحرين إلى معاهدة حقوق النشر الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمعاهدة الخاصة بها قوانين تنظيم الملكية الفكرية في البحرين تشمل حقوق المؤلف، براءات الاختراع، العلامات التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية. تنقلب الحسبة احنا شوي. احنا الحين بنكون الضيوف وضيوفنا هم اللي بيكونون المقدمين. نرحب فيكم مشاهدينا عقب التقرير اللي ذعناه وعندنا سؤال للضيوف. الحلوين الجميلين العزيزين بدي فيه عشان أغش من نبتدي في الأستاذ حمد علشان يمديها تغش الأخت رقية وما يمد بعد يمديها اخترع لنا اختراع الحين كذي عطنا فكرة فكرة يمكن ابتكار ومو فكرة أوكي. طبعا غير قفشة رقية قفشة رقية استخدمتها في المطبخ بضيف عليها تحسينات احنا عقب شوي هي موجودة بس يعني اللي هو لما توقف سيارتك
السيارة بروحها تروح البارك ولا يعني تباركن بروحها وتروح البارك بروحها. في بالي دائما هالشيء. يعني انت من زمان كنت مفكر في هذه الفكرة بعدين شفتها انها صارت بعدين؟ لا انا شفتها من قبل. لا انا تعجبتك فخاطرك انها تكون باسمك. خاطري تكون موجودة. هي موجودة بما ان انا احب السيارات يعني. اوكي شوفي كل على اهتماماته. فهو قال لكم شيء عن السيارات. انا اهتماماتي يعني من هواة الطبخ والمطبخ. حلو انزين. فإذا في شيء بفكر في إضافة تحسينات على الأدوات المطبخية اللي تستخدمها المرأة. إي إي إي. القاشة. يعني أنا صح اللي. ترى صح اللي أعطاك فكرة. هي موجودة هي موجودة بس السؤال أنا لأن ماخذة بنصيحة أستاذ أميمة إنه شلون أخليها قابلة للتنفيذ. هو ترى يولد الإبداع من رحم شنو؟ المعاناة. دام انت تعانين في شيء لازم تطلعين له حل. علشان شنو؟ كثرة المواعين والكفاشل اللي تصير يعني انت تعانين من هاي المشكله فلازم تطلعين حل. الحل يؤدي الى واحد هو قشه وشوكه وخلاط او اقرب دخله لي للمطبخ. حلو حلو. ايضا احنا يمكن تحكينا عن موضوع اخر واحنا نشوفه في التقرير موضوع الجوائز. نعم تفضلي سلمى. الجوائز من عقب ما تخرجنا من حضانة البحرين للأزياء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نزلوا في حسابهم في الانستغرام بوست عن مسابقة أولمبياد الملكية الفكرية تنظمها المنظمة العالمية الفكرية للملكية الفكرية في تونس. ينظمها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية برعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية. فسجلنا فيها أنا وأميمة، أنا باختراعي الشاحن وأميمة بالأبليكيشن، وهي المسابقة دولية وفزنا فيها يعني فزنا فيها مع بعض، وكانت الثالثة واحدة تونسية. جميل. أي فطرشوا لنا الهدايا والجوائز والشهادات. كان كل شيء أونلاين لأن وقت الجائحة، وهذه المسابقة سنوية. فالسنة اللي عقب شكلنا فريق بحريني من 10 أشخاص. أمسي عليهم كلهم، أحبكم كلكم. اليوم عيد ميلاد واحدة منهم. كل سنة وانتي طيبة نور. خير احنا ما نعرفش بس كل عام وانتي بخير. فدخلنا المسابقة كفريق بحريني وأطلقنا على نفسنا فريق فكرة البحريني. وكان عنوان المسابقة هو الترويج للملكية الفكرية. فسوينا فيديو سيناريو إخراج ومونتاج وتمثيل أعضاء الفريق نفسه. فيلم قصير يعني. فدخلنا وفزنا المركز الأول دوليا. جميل. وكان المركز الثاني لوحدة من أوزبكستان. حلو. من ضروري يطلع من الكبت الاختراع. أستاذ مناف يمكن بعد اللقاء اليوم ما الوحيد اللي ترى ما نسأل هذا الشيء صح عن الاختراع. شنو اللي في بالك ممكن ان انت اختراع في بالك؟ والله كل شيء مشكله كل شيء موجود الحين. اختراعات وايد يعني الواحد يعني ما اللي نسميه اختراعات ابتكارات يعني اختراعات وايد الواحد تي في باله. بس انا اكثر شيء يمكن ساعات يراودني اكثر مو من ناحيه اختراعات، من ناحيه علامات تجاريه. يعني شخصيا عندي اهتمام يعني كبير باهميه العلامات التجاريه والتريد ماركس، أهميتها في السوق بشكل عام، لأن هي يعني عندها دايركت يعني لها علاقة مباشرة بقيمة البزنس. وإحنا عندنا ما شاء الله رواد أعمال كثيرين يعني خاصة يعني مثل ما تشوفون برامج الحين في الآونة الأخيرة وايد معطينها اهتمام، مثل يعني البرنامج العالمي شارك تانك، وعندك يعني البرنامج المحلي واللي الحين قاعد يعني له صيت كبير إقليميا بيبان. تشوفون احدى الاشياء الرئيسيه يعني سواء اختراع او هويه تجاريه يتكلمون عن قيمتها كاستثمار. فالواحد اللي بيستثمر في شيء يقول انت اوكي انت عندك براند وعندك فولورز او عندك فهذه كلها لها قيمه تجاريه يعني كبيره. فانا دائما ساعات افكر يعني الامور هذه اقول يعني في مثلا في يعني اسم حلو ولا شيء اقول هذه يبي له احفظ حقه واسجله، يمكن احد يبي يشتري ولا شيء كذي. يعني الافكار وايد من ناحيه التصاميم وامور هذول. سؤال بس قبل لا نختم بشكل سريع، يعني واحنا نتحكى عن الاستثمار والايمان بالافكار المقدمه. اليوم انا اذا سمعت عن فكره او شفت ان في شخص قاعد مثلا مقبل على تقديم فكره اختراع او ابتكار معين وحبيت ان انا ادعمه، شلون ادعمه؟ اروح وين جهه التواصل اللي لازم انا اروح لها لدعم
هذه الفكرة أو لدعم هذا الاختراع عندكم عندهم؟ هو الـ 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 الجواب القصير والسريع هو موقعنا، موقع الوزارة، في دايركت بيشوف العناوين الرئيسية تسجيل براءات الاختراع أو تسجيل العلامات التجارية اللي هي يمكن أكثر شيء دارج يعني عندنا. فهذه أول خطوة. خلال إجراءات التسجيل بيبين بعض الـ إذا في نواقص، إذا في حاجة حق ذي، وإحنا هناك نبتدي يعني نعمل مع الشخص الفرد أو الشركة لتوجيههم شنو يقدرون يسوون عشان يكملون هذه الإجراءات. يمكن نوجههم إلى يشوفون بعض مسرعات وحاضنات الأعمال اللي بتقدر تساعدهم أن ينقلونها مثلا من فكرة إلى أكثر اختراع يقدر أن يسجل ويكون لقيمة. موجودين وأول خطوة يتفضلون عندنا، إحنا بنوجههم في الطريقة الصحيحة. أكيد شيء حلو أن مملكة البحرين مهتمة في هذه الجانب، الابتكارات والاختراعات أكيد شيء وايد مهم في كل بلد، والحمد لله مملكة البحرين موجود فيها هذا الشيء. كل الشكر لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأيضا لك أستاذ مناف وميمة وأستاذ أسماء، شكرا لكم على حضوركم ولتوضيح وايد نقاط في هذا الجانب. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا. يعطيكم العافية، وإن شاء الله مزيد من التألق للأفكار البحرينية الواعدة واللي دائما ما تحمل اسم مملكة البحرين عاليا. شكرا، نلقاكم على خير مشاهدينا إن شاء الله، وطبعا نتمنى التوفيق للجميع. ومثل ما ذكر يعني حمد، الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. انتظرونا باشر إن شاء الله في موضوع جديد وحلقة جديدة من ليالي الصيف. مع السلامة.